تحتزم وزارة المالية على الوضع الإطار القانوني السكوك الإسلامية في أجل لا يتعدى سنة 2023. تمكنت البنوك العمومية بتسجيل إلى غاية نهاية أوت 2022 النتائج المرضية التالية: أعداد الشبابك 294 شبك، أعداد الحسابات 66217 حساب. بنك الجزائر يشجع هذا التوجه من حيث نطاق المنتجات المصرفية والمالية، لا سيما أنها قد تساهم في المزيد من استقطاب الكتلة النقدية متداولة خارج المصارف والاستجابة لتطلعات شريحة كبيرة من الزبائن، ومنه تعزيز الشمول المالي.